قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على الدوام ولك الحمد على التمام ولك الحمد في البدء والختام أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى كل شيء هالك إلا وجهك أنت الواحد لا شريك لك والأحد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال ونسخت الآثار القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا تحليل حلاله وتحريم حرامه، والإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه، وأن نتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ممن يقال له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، وعن النار مخلصا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما، وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان، ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة. اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن القلة إلى القوة يا رب العالمين، ومن أنواع الشر كله إلى أنواع الخير كله برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا، قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي
الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. يا رب العالمين، اللهم يا سامع الصوت يا سامع الصوت يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك وفي ختام شهرنا ذنباً إلا غفرته. ولا كرباً إلا نفسته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، ونوِّر لنا في قبورنا، وآنس وحشتنا، وثبِّت على الصراط خطوتنا. اللهم لا تجعلنا نزل فنلقى في نار جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. يا واسع المغفرة يا من رحمته وسعت كل شيء، اللهم إن مغفرتك أوسع عندنا أوسع لنا من ذنوبنا، وإن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. فاللهم رحمتك اللهم رحمتك اللهم رحمتك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها كلمتنا وتوحد فيها صفوفنا وتنصرنا بها على أعدائنا يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. أنت ملاذنا إذا انقطع الأمل، وأنت عدتنا إذا ضاقت الحيل. إلهنا إلهنا، تعلم سبحانك ما حل بإخوان لنا في العقيدة مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين
على اليهود الصهاينة الغاصبين المحتلين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن الصهاينة المعتدين. اللهم طهره من رجسهم يا قوي يا عزيز، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم ما حل بإخواننا في بلاد الشام من ظلم طاغية الشام، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، عليك بالطغاة الظالمين. وانصر إخواننا المظلومين، اللهم انصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق وفي اليمن على الكتاب والسنة، اللهم وحد صفوفهم واجمع قلوبهم وهيئ لهم من يحكمهم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واحفظهم من أعمال الإرهاب والطائفية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا نلقاك ولم تتلطخ أيدينا بدم حرام ولا بأعراض المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا تحقيق التوحيد ولزوم السنة ومنهج سلف هذه الأمة. اللهم اجمعنا على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم كل إخواننا في بورما وأراكان وللمستضعفين في دينهم في كل مكان، اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فمحي عنه كل ذنب ووزر، وكتب له عظيم المثوبة والأجر برحمتك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير، اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة وعيشة رغيدة يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم حصن أفكارهم واحفظهم من الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم من الغلو والجفاء والتكفير والتفجير والتدمير، واجعلهم عدة لأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام، واحفظهم من الشرك والإلحاد والفساد والتغريب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح فتيات المسلمين، اللهم جملهن بالحياء والاحتشام والحجاب، وأبعدهن عن السفور والتبرج والاختلاط يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم بارك له في صحته وامنحه العافية والقوة يا ذا الجلال والإكرام، وهيئ له رأيا سديدا وعملا رشيدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا منان يا ديان،
وفق إمامنا عبدك سلمان، اللهم وفقه وولي عهده وولي ولي عهده إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اصلح وسائل الاعلام والتعليم في بلاد الاسلام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ادم امننا، اللهم ادم امننا ووحدتنا ورخاءنا واستقرارنا، واحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفقهم وأعنهم وثبتهم وصبرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم يقومون بجهود عظيمة في خدمة المعتمرين والزائرين، اللهم لا تحرمنا وإياهم الأجر والمثوبة، ووفق العاملين في الحرمين الشريفين واجزهم خير الجزاء كفاء ما قدموا للمعتمرين والزائرين، واجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهك الكريم. اللهم كل إخواننا المجاهدين المرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم اقبل شهداءهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اشف مرضاهم وعاف جرحاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل دعاءنا هذا مباركا على من قرأه وحضره وسمعه وشاهده وأمن عليه يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، واغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله